فوائد العفس للتصديق المهبل والرحم والطريقه المثلى لاستخدامه. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في قناتي يونس الحمداوي، قناه مختصه في الوصفات والاعشاب الطبيعيه. اليوم غنعطيكم وصفه خاصه بالنساء لتصديق المهبل، وكذلك كتخلص من روائح المهبل الكريهه، كما انه كيقضي على البكتيريا والفطريات، كتعمل على تقليل الافرازات وكتضيق عضله الرحم اللي بدورها كتضيق المهبل. وكما ان الكثير من النساء اللي استعملوه شهدوا انه كيبيض المناطق الحساسه. قبل ما ندوزو طريقه التطبيق والاستعمال، بغيت كلشي يدير الاشتراك ويفعل الجرس. اكثر من 90% من الناس اللي كيتابعوا قناتي ما دايرينش الاشتراك، وبغينا كلشي الاخوان اللي شاف هذا الفيديو يدير مشاركه ويدير جيم. بغينا هذا الفيديو يوصل اكثر من 1000 جيم ان شاء الله. اول خطوه غناخذوا 7 حبات من العفس او الكرات او نبات البلوط عند بعض العرب، غادي ندقوهم وغنطبخوهم على نار هادئه حتى يغلاو. بعد ذلك غنصفيهم حتى في شي قرعه زجاجيه. ما طبخنا 7 الحبات في لتر ونصف من الماء، نتوضاو بهم جوج مرات في اليوم لمده 15 يوم الاولى، ومره في اليوم لم 15 يوم الثانيه، ونكرروا هذه العمليه يعني 7 الحبات مره كل 3 اشهر. هذه الوصفه صالحه لجميع النساء باستثناء المراه الحامل، وصفه مجربة يعني بزاف ديال النساء. اللي شاف او شافت هذا الفيديو خليونا كومونتير تشجيع هذا المحتوى وتقديم وصفات وفيديوهات جداد ان شاء الله. شكرا.